اشتهر الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود بالمواقف الاستثنائية والإنسانية والتي خلدتها المملكة العربية السعودية في تاريخها، ومن بين تلك المواقف واقعة جمعته بعامل بسيط، إلا أن تلك الواقعة كان لها أثراً كبيراً على السعودية كلها. فما القصة؟ وما الذي حدث بينهما؟ في أحد الفيديوهات النادرة للملك سلمان بن عبد العزيز، روى واقعة غريبة جمعت والده الملك عبد العزيز آل سعود، وذلك خلال متابعته أعمال بناء قصر المربع في شهر رمضان المبارك. ويقول الملك سلمان عن الواقعة إن والده رأى أحد العمال يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة وهو صائم، وهنا استدعى المشرفين على العمل وسألهم عن مواعيد العمل، فقال له المشرفون إن العمل يبدأ من الساعات الأولى للصباح وحتى وقت العصر. وهنا رد عليه الملك عبد العزيز وقال له: لا أعمل بيدي ولا أستعمل السيارة إلا أنني أشعر بالعطش خلال نهار رمضان. وبعد تلك الواقعة قرر الملك عبد العزيز تغيير مواعيد العمل في رمضان في المملكة العربية السعودية بألا تتخطى ساعات العمل في رمضان أكثر من 4 ساعات وبكامل الأجر، فكان القرار مفاجئاً للجميع. بالرغم من أن ذلك الموقف لم يكن ليعرف عنه أحد لولا حديث خادم الحرمين الشريفين عنه، إلا أنه ليس الموقف الإنساني الوحيد في حياة الملك المؤسس، فقد حكت زوجة أحد السفراء في الرياض موقفا عن الملك يظهر مدى تواضعه. وتقول زوجة أحد سفراء الاتحاد السوفيتي السابقين في المملكة العربية السعودية إن الملك عبد العزيز من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم في حياتها إنسانية. وروت موقف جمعها بالملك خلال زيارته إلى الاتحاد السوفيتي، حيث قالت في أحد زيارات الملك عبد العزيز إلى الاتحاد السوفيتي: جلس مع زوجي يتحدثان عن الأوضاع السياسية، وكان من البروتوكول أن أصطحب زوجي خلال اللقاء، إلا أنني بسبب ظروف وفاة ولدي لم أخرج. وعندما سمع الملك صوتي أبكي في الداخل، سأل الملك زوجي عن سر النحيب وعلم برحيل ابني، فقام على الفور قائلا ليرحمه الله، وأمر بنقله إلى مكة المكرمة من أجل تكريمه ودفنه هناك. الملك عبد العزيز هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها والحاكم 14 من أسرة آل سعود. ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد، وبعد نجاحه في السعودية الدولة السعودية أطلق عليها الغرب نابليون العرب، في إشارة إلى ذكائه وفطنته في إدارة المعارك. وروى التاريخ أن الملك عبد العزيز كان إنسان قبل أن يكون قائد وزعيم المملكة العربية السعودية، ما صنع هذا الالتفاف الكبير حوله من قبل شعبه، وكان له العديد من المواقف المؤثرة التي دائما ما يستدعى ذكرها، من بينها أنه عندما ذهب إلى الكويت سمع بتواجد أحد معلميه والذي كان يقرأ عليه القرآن وهو صغير، فطلبه ولاطفه بكلمات سمحة وأعطاه هدية مالية كبيرة تقديرا لدوره ومحبة له.